الحاج يا عبد الحكيم، الحاج. خير يا جبرية؟ منين حيجي منين الخير؟ ست الهوانم مش في اوضتها. تقصدي مين؟ هيكون مين؟ الهانم العاقلة الكاملة اللي راسها توزن بلد. هتكون راحت فين يعني؟ الله أعلم، مناش عرفني. هي طلعت تتسحب ومغطية وشها، أمال عشان حدش يعرفها ولا يعرف من اللي طلع السعادة. على آخر الزمن يا عبد الحكيم، الحريم بيطلعوا من بيتك في نصاص الليالي. الله يرحم، كنت أطلع من البيت وبمعرفتك، ولو اتأخرت شوية الكعبة اللي تدهف روحي. اطلعي نامي يا جبرية. أنام؟ انت يا راجل على قلبك مراوح؟ فيش دم في عروقك يغلي؟ اطلعي نامي. وإيه تاني يا جبرية؟ ايه تاني يا حبيبتي؟ ولا حاجه يا ستي الستات، انا بس يعني كنت خايفه عليكي. امال ايه، انت واحده منينا دلوك وقاعده في بيتنا؟ يعني راجل البيت لازم يكون عنده علم انت طلعت امتى ورجعت امتى. انا عارفه كمان يعني ان سؤالي عالجم بيوقف في حلقك ويخنقك. كنت عند عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه يا جبريه، رحت لعبد الله. اصل انا لقيت نفسي متضايقه شويه وعايزه اتكلم مع حد وافضفض. لقيتني بحط الهدم عليا ورجلي خدتني لغايه عنده. واتكلمت كده وخدت وديت معاه وارتحتي؟ خدت وديت معاه في الكلام وارتحت. اسمعي بقى يا جبريه، انا عارفه ان قعدتي هنا مش جايه على هواكي ولا على مزاجك. وانا قلت لعبد الله ان انا عايز امشي ولازم امشي. قلت لمين يا حبيبتي؟ لعبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. جد والنبي عليه الصلاه والسلام. والله جد، فكرك يا جبريه انا قاعده هنا في خطري؟ لا، ده عبد الله جاني في المنام وقال لي يا كريم امانه في رقبتك، ما تسيبي بيت ابويا إلا وانتي على ظهرك. قلت له عناي الاتنين، بس أنا حاسة أن قعدتي هنا هتجيب مشاكل يا سيادتو. مشاكل إيه بس يا كريمة؟ ربنا ما يجيب حاجة وحشة. إيه؟ اسمعي يا جبرية يا أختي، أنا عارفة اللي بيدور في دماغي كويس قوي. أنا جاي أقعد معاكو هنا اليومين اللي فاضلين في عمري. ما أنتوا أهلي ومليش غيركو. ما انا كان ممكن اروح اقعد في دار عبد السلام اخويا، بس عيب الناس تاكل وشي ووشكوا. وانتوا لو شايفين يعني يا سي عبدو ان قعدتي هنا مش جايه على هواكوا، انا ممكن امشي. تمشي ايه؟ تمشي تروحي فين بس يا كريمه؟ اهدي واطلع اوضتك. ربنا يخليك لينا. صباح على خير يا اختي. صباح على خير. قبل ما تديها على راسها يا راجل. يا ولي ارحم الست، لسه مقهورة على جوزها. مقهورة؟ اقطع دراعي من هنا ان ما كانت هي اللي قتلته. اسكت يا عاد. وبعدين ايه الحنية دي كلها يا ابو قلب حنين؟ اللي ما بشوف منها ندعة. ايه اللي في راسك يا عبد الحكيم؟ فيش حاجة في راسي يا جبرية. اهدي وريحي بالك. اطلعي اطلعي اطلعي.